السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأن تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبعد، أيها الإخوة، إن شهر رمضان حينما أوجبه الله تعالى على هذه الأمة كان محمد صلى الله عليه وسلم هو من عرف له قدره، وهو الذي أحياه أحيا ليلة وصام نهاره على الوجه الذي يجب علينا أن نتأسى فيه به عليه السلام. إن رمضان هو شهر يقترن في ذكر في كتاب الله بحدث مهم، وهو إنزال القرآن. والله تعالى يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، بمعنى أن الناس غالبا حينما يريدون تعريف رمضان يهتمون بالجانب المادي، الجانب الجسدي منه. فلو سألت شخصا عن شهر رمضان لقال: إنه الشهر الذي يصوم فيه المسلمون، لأن الصوم في نظره هو أكبر ما يتميز به هذا الشهر. لكن الله تعالى لفت إلى شيء آخر قد لا يلتفت إليه الناس، وقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فأهم ما يميز هذا الشهر هو أنه كان وعاء زمنيا وظرفا لنزول هذا الوافد الكريم الذي هو القرآن الكريم. إن الله أتحف الناس وأعطاهم أشياء كثيرة ومنحهم أشياء عظيمة، لكن فيما أعطى الله للناس لم يعط الناس شيئا أفضل من كتاب الله عز وجل. فالتحفة الكبرى والهدية العظمى هي القرآن الكريم، ولذلك ميز الله هذا الشهر بالقرآن من أوجه عديدة، من جهات عديدة. ترى أن القرآن يجب أن يكون حاضرا بقوة في هذا الشهر المبارك. لذلك أتحدث بما يسره الله تعالى عن هذه الخصيصة، عن ارتباط شهر رمضان بالقرآن. نحن في حياتنا كلها مدعوون إلى أن تكون لنا صحبة مع القرآن، لأن الصحبة مع القرآن هي صحبة مع الإسلام. لو سأل أحدهم: متى بدأت وجدت الأمة الإسلامية؟ متى نشأت الأمة الإسلامية؟ في أي زمان؟ في أي تاريخ؟ ما هو سبب نشوء الأمة الإسلامية؟ ما هو السبب الذي به كنا نحن مسلمين؟ إنه شيء واحد، هذا الحدث هو قول الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. أي حينما بدأ بإنزال القرآن بالآية الأولى منه انطلقت مسيرة الإسلام وتشكلت الأمة الإسلامية. فالأمة هذه إنما صنعها القرآن. الأمة التي تسمت أمة مسلمة إنما هي من صناعة القرآن ومن إنتاج القرآن. ولذلك حينما يريد الإنسان أن يكون مع هذا الإسلام وأن يتحقق منه وأن يلتزم به، فإن ذلك يفضي به إلى أن يكون مع القرآن قلبا وقالبا. ليس الأمر شعارا ولا ادعاء ولا ورقة يقول فيها الإنسان أنا مسلم. ما أكثر من يقول ما أنا مسلم ولا يعرف معنى ما يقول، لكن أنا مسلم أي أنا أحيا بالقرآن. إذن ففي حياتنا كلها يريد الله تعالى أن يربط وجودنا بالقرآن ويفرض علينا أن نقرأ القرآن. لابد في الصلوات نحن نقرأه، ولا تصح الصلاة إلا بقراءة القرآن. في حياتنا كلها نحن مطالبون بأن نقرأه. إن الإنسان يتلو القرآن في حياته، ويوم القيامة حينما يبعث ويكون من أهل الرضا ويرضى الله تعالى عنه يوقف ويقال له: إن الجنة ليست مستوى واحدا، الجنة ليست درجة واحدة، إنما هي مستويات. ويقال له: اقرأ ورتل وارتقي.
إذن فأنت ستصعد وترتفع في المنزلة بقدر ما تقرأ، فكأن آياتك التي تقرأ هي المصعد الذي تصعد به، ولكن منزلتك ومكانك يتوقف عند آخر آية تقرأها. إذن فالمفروض أن هذا الإنسان الذي يقال له اقرأ ورتل وارتقي كما كنت تقرأ في الدنيا، مفروض أنه كان يقرأ القرآن في الدنيا. أما إذا لم يكن من أهل القرآن في الدنيا كان لا يقرأه، لا يقال له هذا، لأنه لم يكن يقرأه في الدنيا أصلا. فالارتقاء منوط بقراءة القرآن، الارتفاع في الآخرة ودرجات الآخرة، كما قال العلماء إن درجات الجنة هي بعدد أحرف القرآن، درجات الجنة بعدد أحرف القرآن. هناك من عاش ومات ولم يرى بعض أحرف القرآن ولا سمع بها، لم يسمع القرآن كاملا، عاش ومات ولم يسمع القرآن كاملا، لأن ذلك كان يعتبره هو شغلا خاصا بأناس معينين هم طلبة القرآن مثلا. إذن فهذا فقط شيء أبين به بأننا مطالبون بأن يكون مع القرآن دوما وأن نتلوه. حينما نطالب بأن نقرأ القرآن، نحن نقرأه بالوجه الذي يقربنا إلى الله، أن نتلو القرآن، أن نرتل القرآن. ورتل القرآن ترتيلا، والترتيل ليس مطلق القراءة، فقد يقرأ الإنسان قراءة عامة، ولكن الترتيل فيه معنى هو التفرقة والانتظام. التفرقة كلمة الرتل، أي حتى في صف من الجنود إذا مروا يكونون منتظمين وبين الواحد والآخر مسافة محسوبة لا يتداخلون، فهذا معنى الرتل، أي المتفرق أو الشيء المتفرق ولكن منتظم. فأن تقرأ بمعنى أنك تتلو الآية، تلو الآية، ولكنك لا تدغم الحروف في بعضها، لا تخلطها ببعضها، وإنما تقرأها وتميز كل حرف وتعطيه حقه ومستحقه وهكذا. فأنت مطالب بأن ترتل القرآن، لا أن تقرأ القرآن فقط. والمطلوب مقتضى هذا ما هو؟ مقتضى هذا بكيفية عاجلة هو أن تعرف كيف تقرأ القرآن وكيف ترتله. هل إذا كان الإنسان لا يأخذ مصحفا بالمرة، ربما ليس في بيته مصحف أصلا، لم يفكر يوما ما في أن يقتني وأشتري مصحفا، ربما ينتظر أن يعطى له مجانا، لأن القرآن المصحف لا يستحق أن يدفع فيه ثمن مثلا. إذا كان هذا الإنسان يقرأه كيفما اتفق، يقرأه كيفما شاء، فهذا يجب تبيينه الآن، وهو خطأ أريد الآن أن أوضحه. إن القراءة التي هي قراءة مطلوبة ومجزئة هي قراءة علمية قائمة على أصول علمية، له للقرآن ولتلاوة القرآن. إن القراءة القرآنية هي قراءة علمية. الناس لا يعرفون أن هنالك مدودا، وأن هنالك مدا، وأن هنالك وصلا، وأن هنالك فصلا، إلى غير ذلك من الأحكام الكثيرة التي يعرفها العلماء. أنا مع الأسف الشديد أجد أن بعض الشباب لأن له ربما حماسا دينيا ولكن ليس له فهم حقيقي للدين، يتصور أنه إذا أخذ المصحف وحده في بيته أو في مكان من الأمكنة وقرأه فقد قرأ قراءة صحيحة. هذا خطأ كبير، ذلك بأن القرآن أو الخط المصحفي كما يقال خطان لا يقاس عليهما، خط المصحف وخط العروض. المكتوب في المصحف ليس هو دائما ما يقرأ. أنت تقرأ الصلاة تكتب الصلاة بالواو، ولكنك لا تقرأها كذلك. في القرآن تجد أن الربا بالواو إلا في آية واحدة، فكيف تقرأه وأنت تجد أن هنالك أحرفا مكتوبة ولا تقرأ
إذا قرأت لأذبحنه، أي في العربية تقرأها لأذبحنه، اللام والهمزة، ولكن حينما تقرأها تجدها في المصحف تجدها لأذبحنه، وهذه اللام المد لا تقرأه، لأن ليس نفيا، ليس نفيا، لأذبحنه بالتوكيد ولكنها مكتوبة بالألف. وكذلك حروف كثيرة تحدث عنها العلماء موجودة في كتاب الله تعالى ويعرفها الناس. بالإضافة إلى ذلك القرآن فيه مدود كثيرة، المدود أي ألفات كثيرة، وفيه ياءات كثيرة، وفيه واوات كثيرة، ففيه نحو 45 أو أكثر من 1740 من الألفات، وفيه 25,909 من الياءات، وفيه 25,506 من الواوات. هذا اللي في القرآن، ولكن هذه ليست كلها مكتوبة، فبعضها محذوف، لأن كما قال العلماء لو كتبت كل الأحرف في القرآن لصار المصحف كله ألفات. إذن يبقى أن هذا الرسم الذي نقرأ به وهو رسم كتبه عليه الصحابة في الكتبة الأولى هو في المصحف. من لك بأن تقرأ الآن قراءة صحيحة؟ إذا كان الإنسان لم يتلقى هذا القرآن عن شيخ من أهل القرآن فسيخطئ. إذا كان هذا الإنسان لا يقرأه مع مصاحبة من يقرأ فسيخطئ. وذلك بعض الناس إذا رأوا الناس يقرؤون في الحزب يقولون هذه القراءة ليست سليمة وهي بدعة. بدعة تسمعوا نعم زيان بدعة، وعطينا كيفاش ندير باش ما نقراوش البدعة، احنا ما بغيناش ندير البدعة، عطينا كي ندير اقرا القرآن خطأ. هذا قراءة الحزب واعتمدها المغاربة ابتداء من زمن الموحدين، لأن الناس كانوا في بعض المرات لا يعرفون العربية، وعممت وفرضت في زمن الموحدين، كانوا يحاسبون الناس على قراءة الحزب، ومن ذلك الوقت بدأ الناس يستأنسون بالصوت القرآني ويعرفون قراءته. ولذلك إذا وجدتم إنسانا يحضر مع الناس في القراءة تجده يعرف كيف يقرأ المصحف، وإذا لم يكن يحضر مع أهل القرآن فإنه يخطئ خطأ كبيرا في المدود، ويخطئ في صفات الحروف، ويخطئ في الوقف، وإلى غير ذلك. هذا شغل كبير، طبعا ما كل الناس يستعد له فرصة ليقرأ كل هذا، ولكن على الأقل عليه أنه إذا رأى الناس يقرؤون بالمصحف أهل القرآن مش يقولوا لا أنا نقرأ بوحدي، تقرأش بوحدي، ما تقرأش، قرأ لي قبل، أنا نقول لك تكتب لي بأيد، بأيد، والسماء بنيناها بأيد، جوج يلي تقرأها لي بأيد ولا بأيد، أشياء كثيرة جدا. فلذلك هذه طريقة، المهم أن هذه الطريقة ساعدت الناس على أن يحضروا في حلق القرآن وأن يتصلوا بالقرآن. أما إذا قلنا الناس خرجوا، الناس ما تقرأوش القرآن، ما تقرأوش وخرجوا، ولكن ما يهمناش من بعد فين تمشيوا، روحوا المقاهي، روحوا الشوارع، روحوا المسلسلات، ما عليك، لا، هذه مدرسة القراءة الآن، مدرسة لمن لم يتعلم. الآن أقول لكم ملايين المسلمين لا يعرفون كيف يقرأوا القرآن، ليسوا لأنهم، هناك فئة طبعا تعرفونها في العالم الإسلامي، فئة أمية في كل بلاد إسلامية، هذوك لا نتحدث عنهم، الذين ليسوا أميين لم يقرأوا القرآن عن الشيوخ، وبالتالي فهم لا يستطيعون قراءته. ولكن هذه الطريقة التي ابتكرها المغاربة هي طريقة من هذا القبيل تساعد على قراءة، والحمد لله المصاحف موجودة، ومن أراد شيئا وحاوله سيصل إن شاء الله إلى الغاية. المهم أن يقرأ الإنسان قراءة سليمة وصحيحة. مما يرتبط بالقرآن وأذكره للحاجة إليه أن هذا الشهر الذي هو شهر القرآن تميز بعبادة خاصة، وهي صلاة التراويح التي نؤديها ويأتي الناس إليها. صلاة التراويح من أيضا هذه من خصوصيات شهر رمضان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على ذلك، كان في بداية الأمر كان يصلي في المسجد، فصلى وصلى بصلاته أناس، وفي اليوم الآخر صلى وصلى به، وفي اليوم الثالث امتلأ المسجد، فحينما امتلأ المسجد
لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، لم يخرج له، وقال لو خرجت خشيت أن تفرض عليكم، حتى لا يعرفوا أنها فريضة وأنها من السنن. فبقي الناس يصلون هكذا أوزاعا أفرادا، فلما جاء زمن عمر بن الخطاب أعاد الأمر وجمعه على إمام واحد، لأن الناس حينئذ لا يعرفون بأنه لا يمكن أن يقع لهم الوهم بأن الصلاة قد تراويح أصبحت مفروضة، لأنها الأمر يقال هذا بالنسبة للنبي فقط. إذن كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وكيف صلى المسلمون، وكيف نصلي نحن؟ لأن الآن كاين الناس اللي يدخلوا، كاين بعض الناس اللي داخلين على نيتهم ما، وكاين اللي عنده الشغل ديالو هو خصو يقول لهم شي حاجة أخرى. صلى النبي صلى الله عليه وسلم غالبا، وهذا حديث موجود في البخاري وفي غيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد عن 11 ركعة، كان يصلي 8 ركعات ويصلي الشفع ويصلي الوتر، فكانت هي هذا. قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 4 ركعات لا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن وحسنهن، ثم يصلي كذلك الوتر، فكانت هذا هو 11 ركعة، هذا الذي كان يصليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ثبت في نصوص أخرى ومن حكاية ابن عباس أنه بات عند خالته ميمونة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أكثر من ذلك. على كل حينما انقطع هذا الأمر وكان الناس يصلون أوزاعا جاء عمر فلاحظ أن الناس كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلون هذه الصلاة، وكانت الصلاة تراويح، معنى تراويح كانت طويلة إلى درجة أن الناس كانوا إذا صلوا 4 يستريحون، ومن هنا سميت التراويح، كانت تحتاج الراحة. كيف كانوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وكان الصحابة يصلون ويتكئون على العصي، معنى من طول الوقوف يتكئون على العصي ويتكئون على أي شيء، لأن الصلاة كانت تطول، وكانوا في بعض المرات لا يخرجون من صلاة التراويح إلا مع خروج بزوغ الفجر، معنى أنهم يخافون أن يداهمهم الفجر، وكانوا يخرجون ويستعجلون الخدم، يذهبون من المسجد ويقولون للخدم عجلوا لنا بالسحور حتى لا يؤذن لصلاة الصبح. لاحظ بمعنى أن الصلاة كانت طويلة جدا. حينما جاء زمن عمر بن الخطاب ماذا فعل؟ أمر الناس بأن يصلوا 20 ركعة، 20 ركعة، وأن يقصروا من القراءة. هذا الذي انتهى إليه عمر وانتهى إليه الصحابة، فأصبحوا يصلون 20 ركعة، وأصبحوا يصلون صارت التراويح أقصر. هذا هو، وهذه سنة الصحابة كلهم، هكذا فعل الصحابة. فالذي وقع فيما بعد أن أهل مكة كانوا يصلون، أي مكة المكيون كانوا يصلون هذه الصلاة، صلاة التراويح، وكانوا إذا وقفوا الأربعة ديال الترويح 4 ديال الركعات يستريحون، فيقوم الفتيان الشباب يقومون فيطوفون بالبيت. قل نحن هذو ناس كبار جلسوا وحنا صغار، فيقولوا بما أن هذو جالسين نديروا حنا 7 ديال الأشواط، ما هما مريحين، وحنا لأنهم كانوا يعتبرون أنفسهم شبابا. إذ ماذا أصبح عند أهل مكة؟ هكذا التراويح كانت فيها صلاة، وأضاف إليها الشباب طوافا، لأنهم كانوا من أهل مكة. أهل المدينة ليس عندهم بيت، لا يطوفون، ما كانش البيت في مكة، البيت في 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 في, في ما كانش في المدينة، كان في مكة فقط. فماذا فعل الناس؟ فأضاف الناس ركعات ليستدركوا وليدركوا فعل أهل مكة، فأصبح أهل المدينة يصلون 36 ركعة. فهمتوا شنو؟ قل بما أن هذوك عندهم الطواف، إحنا ما عندناش الفرصة، ما عندناش البيت هنا، أرى نزيدوا، زادوا هذه العدد من الركعات، فأصبح أهل المدينة. وقال الشافعي هذا لأهل مكة لا لأهل المدينة ولا يدانيهم في أحد. على كل حال هذا الفقه فيه. نحن في المغرب كنا نصلي 20 ركعة وهو السنة،
كنا نصلي صلاة التراويح كما تصلون الآن 5 ديال التسليمات ياك، ثم يأتي الناس في الصباح فيضيفون 5، شحال هي 20، هذا ما كاين شي واحد يخرج على السنة، هذا هو الأصل، وهذا الذي فعله عمر وفعله الصحابة وفعله وعليه المذاهب، أي كل أهل المذاهب يقولون. الآن يجي واحد لا حديث عائشة كذا، قلنا لك حديث عائشة عرفناه، وإذا كنت تريد أن تصلي كما كان حديث عائشة فصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، صلي الليل كله. إذا بغيت أنت تدير حديث عائشة ابدأ من تماك وخصك تصبح. طبعا هذا كلام، هذا بعض الناس يأتي ناس لأنهم لا يعرفون معنى الاجتماع. نحن إذا اجتمعنا أيها الأخوة في تديننا في مساجدنا، إذا لم يخالف بعضنا بعضا فهذا شيء مهم. الذي يريد أن يخالف يريد أن يفكك هذا الأمر، يريد أن يشكك الناس في دينهم، يريد أن يقول الناس أنتم كنتم على خطأ، أنا سمعت واحد الشريط وأنا كذا وأنا كذا، وهو لا يناقش العلماء، يناقش ناس لا علم لهم بالهدى، ولذلك يبقى دائما هو صاحب الحق لأنه يتكلم كما يبغي. فلذلك هذا ذكرته كشيء آخر، أي قراءة القرآن في رمضان وقراءة القرآن في التراويح، وكل ذلك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه فضل يجب أن يحرص عليه الناس، ويجب أن لا تفوت الناس الفرصة، ماشي في التالي ديال رمضان يبقاو الناس يحياو لا التجارة والحمد لله نمشيو كذا ورا العيد وخصنا نوجدوا. الناس لما تسولهم على بعض المرات تسولهم على التجارة يقول ما احنا لا نبيعوا ولا نشريوا، كيجي الجمع لا نمشيو للتجارة راه حنا كذا راه حنا مزروبين، هذه غير كلام لا أساس، لأن هذه أيضا تجارة ولكن تجارة للآخرة. الآن لأختم هذه الكلمة، الآن نحن نصلي صلاة الفجر، نصلي الصبح، حينما يؤذن لصلاة الصبح يكون النهار قد بدأ، النهار بدأ. مع الأسف الشديد أن بعض الناس يصلي أو يؤذن لكذا كي يتأذن تفكر هو باللي خصو يمشي يشرب الماء حتى يودن، معنى لا بدا يخسر ذاك الشيء ذاك النهار لا بدا يخسره، هذا النهار قد بدا. النهار هو وعاء وظرف للصيام، ها، فالله تعالى ذكر لنا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. إن كي يجي الفجر انتهى الامر. ما معنى انك تؤذن وتسمع الاذان او ربما تصلي، انا نشوف تصلي وتنوض اذن وحده راه غلط، اما راك صليت غلط ولا راك تفطر غلط. الا صليت انت ومازال الصباح مازال رقلت، ولا انت تعرف هذاك وقت الصباح وراك تاكل، معنى هذا نوع من اللعب بالدين، لعب. لماذا؟ انا نقول لكم علاش. لان اناسا ايضا يقولون ان الفجر عندنا غير مضبوط، الفجر عند المغاربه ما يعرفوهوش. على كل سمعوا هذا الكلام، ربما شي واحد فيكم سمعته ياك. انا نقول لك اولا وقبل كل شيء، الفجر الذي تحدث عنه المغاربة ارتبط عندهم لم يكن الفقهاء هم الذين يحددونه، لا فقهاء ما يحدوش الفجر، الفقهاء يتابعون أهل العلم بالتوقيت، عندنا علم يتسمى علم التوقيت، ويحدد فيه الزمن باللحظة وبالدقيقة، فالموقت يقول لك الفجر بدا كذا، بأي حق تقولوا أنت لا رحنا ودنا بكري، شحال نزيدوا شحال باش ما نكونوش بكري، قلنا نزيدوا نص ساعة ولا ساعة ولا حتى تطلع الشمس ولا قلنا باش ما نكونوش بكري، معنى غير يخرجك من اليقين ويهملك يرميك، لأن هذا دين هذه عبادة. أنا تقول لي الفجر اللي احنا ماشي هو هذاك ماشي صحيح، شنو صحيح؟ شحال نزيدوا؟ ساعة؟ نزيدوا نص؟ نزيدوا ربع؟ كان هذا كله لا يصح. هذا علم يجب احترامه، بحال قضية ديال الرؤية ديال الهلال نفس القضية، إذا قال الفقهاء المالكية يقولون هذا، إذا قال علم فلكي إن الرؤية مستحيلة فلا رؤية لأحد، إن الرؤية مستحيلة قال فلك، والفلك الآن منفصل، الفلك ماشي غير ديالنا، فيه النصارى وفيه خبراء، تعرفون علم الفلك علم متطور جدا، انت تسولهم عن القمر واش يطلع ولا ما يطلعش، يقول لك حنا راه عندنا دارنا تماك القمر، تركت تسول عليه، حنا طلعنا له وقعدنا فيه وعندنا سكننا فيه،
صعدنا القمر، تدرك عدد سؤال القمر فين جا. ما يمكنناش حنا نبقى نخطئوا الناس. الناس الان يعطيوك واحد يقول لك في الشهر الفلاني غادي يوقع خسوف، الشهر الفلاني غادي يوقع كسوف، ويوقع في اللحظه، ونجيو حنا في رؤيه الهلال نقولوا لا انتم راكم غالطين. ما نكونوش ضد العلم والا غادي يضحكوا علينا الناس. فلذلك ايها الاخوه، الفجر مساله علميه لها اصحابها وخبراؤها في الدنيا كلها. اذا شئتم ان تسالوا عن الفجر سيذكر لكم. علماءنا حنايا ديال التوقيت ما كانوش يشوفوا الفجر في السماء، يقول لك انا ما شفتوش، لا، كانوا في الاصل يضعون مستوى مائيا، يديروا شي اناء مائي كبير، ما يشوفوش الفجر في السماء، يشوفوا في الماء. يقول لك الفجر الاول الذي يبزغ يرى في شعاعه، يرى في الماء، ما يشوفوش في السماء، تراك تشوف في السماء ولا يشوفون. وهذا مختص، وبما انه مختص يجب ان نسلم الان. لذلك ايها الاخوه، نبقى دائما مع الفقه، مع العلم، مع المعرفه، ونستزيد. هذه المساجد الان التي نبنيها والتي نشيئها ويجتمع الحمد لله، يجب ان تعمر بالمعرفه. والمسلمون اذا لم يعلموا اشياء يجب عليهم ان يعلموها، فان تدينهم يبقى دائما في خطر. احنا دائما يمكن ان ياتيك شخص لياتيك بشيء يمكن ان يضطرب فيه كل شيء. لذلك لابد الانسان يكون متحصن بعقيده سليمه، بفقه صحيح، بمعرفه، وحينئذ اذا جاءتك الافكار او الاراء او الفتاوى تستطيع ان ترد، ولكن ما تكونش انت مستقبل لكل شيء ولو كان ذلك خطا. اذا فهذه كلمه وددت قولها بمناسبه هذا اللقاء الاول حول صله رمضان بالقران. والنتيجه او الخلاصه هي اني ادعو كل الاخوه ان يكون لهم برنامج يومي في رمضان وفي غير رمضان مع القران، وان يضعوا القران في برنامجهم الحقيقي. اذا كان الانسان ما عندوش برنامج مع اولاده ديال القران راهم في خطر. الناس الان والحمد لله في العالم الاسلامي كاين الانسان اللي داير ولاده ياخذهم بالسياره ويديهم يقراوا القران لان خايف لهم على العقيده ديالهم. واللي ما عنده غرض ما عليه شايت قراوا الولد ولا ما قراش، راه تشوفوا الان التحولات والاخطار الكبيره التي تحدق بالمسلم. فلذلك كل هذا الخلاصه في هذا هو ان تقرا القران، نقرا جميع القران، وان نتلوه وان نتعلمه ونتعلم احكامه، خصوصا الشباب، خصوصا وسائل كثيره الان اللي يبقى لنا صحبه بالقران، لان رمضان هو صحبه رمضان، هو صحبه القران. نسال الله تعالى ان يتقبل من الجميع، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.